أكثر من 70 عاما أمضتها الملكة إليزابيث على عرش المملكة المتحدة، رحلة طويلة رافقت خلالها الإمبراطورية البريطانية ثم رابطة الكومنولث، حيث تعتبر الملكة الدستورية أو رأس النظام في أكثر من 16 دولة حول العالم، من كندا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر في الكاريبي والمحيط الهادئ. ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري في 21 من أبريل نيسان عام 1926 في لندن. والدها هو الملك جورج السادس الذي اعتلى العرش عام 36 بعد تنازل شقيقه إدوارد الثامن. في عام 1947 تزوجت إليزابيث من الأمير فيليب وأنجبت منه أبناءها الأربعة. اعتلت إليزابيث عرش بريطانيا في 6 شباط فبراير عام 52 عقب وفاة والدها، وكانت في 25 من عمرها. في سبتمبر 2015 أصبحت إليزابيث الملكة الأطول حكما في تاريخ بريطانيا عندما تجاوزت فترة حكم جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا. عاصرت الملكة إليزابيث 16 رئيسا للوزراء في البلاد، كلفت 15 منهم بتشكيل الحكومة بدءا من أنتوني إيدن عام 55 وصولا إلى ليز تراس. في 6 فبراير شباط الماضي احتفلت الملكة إليزابيث باليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش قبل 70 عاما وسط احتفالات رسمية وشعبية كبيرة. حافظت الملكة على أداء عام اتسم بالهدوء وتجنب الأضواء والحرص على إبقاء حياتها الخاصة بعيدا عن وسائل الإعلام التي لاحقت أخبار العائلة المالكة بكثير من الاهتمام. تعتبر وفاة الأميرة ديانا طليقة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في حادث سير بباريس عام 97 أسوأ اللحظات في تاريخ الملكية البريطانية، إذ عقبته موجة انتقادات اضطرت معها الملكة للخروج عن صمتها وإلقاء كلمة متلفزة للشعب البريطاني. فقد تعالت وقتها أصوات تطالب بالتخلي عن النظام الملكي واعتماد النظام الجمهوري، إلا أن هذه الأصوات خفتت في السنوات الأخيرة، بل وأظهرت استطلاعات الرأي تأييد البريطانيين لنظام الملكية. تأثرت الملكة إليزابيث كثيرا بوفاة زوجها الأمير فيليب في أبريل نيسان من العام الماضي عن عمر ناهز 99 عاما. أكثر من 7 عقود لم يعرف البريطانيون وشعوب الكومنولث ملكة غيرها، ومؤكد أنهم سيذكرونها ليس باعتبارها صاحبة فترة الحكم الأطول، بل لأسلوبها الهادئ والرصين الذي طالما أدارت به أمور الحكم والعائلة المالكة.